ولنقاش التطورات الميدانية في سوريا واستمرار الغارات الروسية مع قصف النظام على مناطق بريف إدلب، ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية من على الحدود السورية التركية الإعلامي مصطفى نعيمي. أهلا بكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. وعليكم السلام. سيد مصطفى، كيف يفسر القصف المتجدد على مناطق مختلفة بريف إدلب الجنوبي، وما طبيعة هذه المناطق التي استهدفها القصف؟ نعم، بداية ما زال سلاح الجو الروسي يرصد يرصد محافظة إدلب بشكل مستمر من خلال المسيرات التي تقوم بمسح جغرافي لكل المحافظة بشكل عام، واختيار الأهداف وفق ما ترتئيه القيادة العمليات الروسية في قاعدة حميمين. وبالعودة إلى القصف، استهدف سلاح الجو الروسي البارحة بطائرات حربية مقاتلة كل من بلدة كمصفرة وعدة بلدات محيطها، يعني بلدة البارة ومحيطها، كل هذه البلدات تتعرض بشكل شبه يومي لغارات جوية، لكن اليوم لم تحقق أي أهداف. يعني هنالك هي يعني الغارات هي بمثابة رسالة إلى الجانب المعارضة السورية بأنهم هم موجودين وأنهم قادرون على فرض حل بالحديد والنار، وأنهم غير مكترثين لكل المقررات الأممية، وأنهم ماضون في حربهم ضد الشعب السوري. وبالعودة إلى المناطق، يعني ما قبل هذا الاستهداف، المناطق الأخرى التي قام باستهدافها سلاح الجو الروسي، والغريب من استهدافه هو القرى المحيطة أو البلدات المحيطة بالحدود السورية التركية. على سبيل المثال، نتحدث اليوم عن قورقانية الحدودية، وهذه المنطقة أو من محيط هذا الشريط الحدودي هذا هنالك مجموعة من المخيمات، هنالك قرابة 1,400,000 مدني هم نازحون مهجرين قصريا بعدة مراحل، تهجيرهم مركب. في هذا السياق، بالحديث عن روسيا أستاذ مصطفى، وفي ظل استمرار سقوط ضحايا من المدنيين في الشمال السوري جراء قصف النظام والقصف الروسي أيضا، إلى أي مدى يعكس ذلك الموقف الروسي المنحاز للنظام بتأكيد موسكو على طرح استمرار ما تسميه بالإرهاب في الشمال؟ ما زالت روسيا هي تسعى لإعادة تعويم النظام السوري عبر عملياتها العسكرية في الداخل السوري، وذلك من خلال يعني الصمت الدولي. صراحة الصمت الدولي هو الذي يعطيهم الضوء الأخضر لاستمرار تلك العمليات العسكرية، وبنفس الوقت تنفيذ مقررات مجلس الأمن. نحن نتحدث اليوم عن مقررات مجلس الأمن كالقرار 2254، والذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، ليس للأسد فيها أي دور، حتى هذه اللحظة لم ينفذ شيء منه. وبنفس الوقت هنالك دفع من قبل القوات الروسية، دفع عسكري كبير باتجاه المناطق يعني المناطق المحررة أو المناطق التي لا تخضع لسلطة النظام السوري، حتى في عدة مناطق. يعني هنالك بعض الاستهدافات في مناطق أخرى، على سبيل المثال المنطقة الجنوبية بشكل عام، محافظة درعا، هنالك استهدافات من قبل الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات مع عدم ظهور سلاح الجو السوري. هنالك ظهرت بعض المسيرات الإيرانية، وبعض المسيرات قد اخترقت الأجواء أو كانت قريبة من الحدود السورية الأردنية وتم رفضها من قبل الجانب الأردني، وتم إيصال رسالة تحذيرية للجانب الروسي بأنه في حال استمرار تلك الانتهاكات بأنه سيكون هنالك رد. وأعتقد أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة ما زال يعالج العرض ويترك المرض الحقيقي، وهو متمثل ببقاء سلطة نظام الأسد في دمشق، والذي يقوم بتدمير البلاد عبر سلسلة من الجرائم بدأت يعني قبل البارحة. نحن نتذكر البارحة مجزرة الكيماوي التي راح ضحياتها قرابة 1,400 موثقون بالاسم، هنالك العديد من الضحايا لم يوثقوا نظرا لصعوبة توثيق الأسماء، وهنالك الكثير قد فقدوا تحت الأنقاض في تلك العملية. وهنالك يعني حتى هذه اللحظة ما زال المجرم طليقا يمارس كل أنواع الجريمة. البارحة أيضا هنالك 8 شهداء، 7 أطفال، منهم 4 3 ابناء اطفال مع امهم في بيت من اسره واحده. كل هذا يعطي انطباعا بان يعني المسبب الرئيسي لرفع وتيره كافه العمليات العدائيه تجاه الشعب السوري هو المجتمع الدولي، انه بسبب يعني استمراره في يعني في يعني اعطاء الضوء الاخضر او الصمت على كل ما يجري في سوريا، وبنفس الوقت يعني لا يستطيع تغيير علما بانه لديه القدره سواء كانت السياسيه من خلال فرض مقرراته او من خلال القوى العسكريه وفق البندستان. اشرتم للوسائل العسكريه، كشف ناشطون عن استخدام النظام لقذائف روسيه جديده وهي دقيقه الاصابه، ما مدى صحه ذلك وكيف يفسر استخدام هذا الكم الكبير من الاسلحه الروسيه التي تم تجريبها لأول مرة في سوريا؟ نعم، تم استخدام البارحة، أنا أتحدث عن مجزرتين راح ضحياتها 7 أطفال، ومنهم سيدة والدة إحدى 3 أطفال،
بقذائف كرانسبول الروسية التي تم استخدامها حديثا من قبل جيش النظام السوري أو قوات النظام السوري، كذلك الميليشيات الولائية. يعني هنالك بعض الصواريخ القصيرة في المدى التي تستخدمها الميليشيات الولائية، وقد تم استهداف بعض بعض المخيم أو بعض التجمعات المدنية في عدة بلدات. على سبيل المثال للحصر، نحن نتحدث عن مخيم قاح والذي راح ضحيته قبل قرابة العام هنالك 34 مدنيا نتيجة القصف، وبنفس الوقت الرد الفعل الدولي على هذه الجريمة لم يكن سوى تنديد فقط لا غير، من خلال تصريحات إعلامية خجولة جدا لا ترقى لحجم تلك المأساة. وبنفس الوقت نحن نتحدث اليوم عن 8 شهداء، 7 أطفال، بمعنى آخر القوات الروسية تدعي اليوم هي محاربة الإرهاب، بينما في حقيقة الأمر هي تقوم باستهداف المدنيين للضغط على الحاضنة الاجتماعية من أجل ضم المزيد من الأراضي تجاه مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك من أجل بدء بعملية إعادة إعمار سوريا وفقا لما ترتئيه القيادة الروسية، وهذا غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي. لكن بنفس الوقت يعني ما زالت روسيا تدفع بهذا الاتجاه والمجتمع الدولي صامت أمام كل ما يجري من مجازر. شكرا جزيلا لك الإعلامي مصطفى نعيمي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية.